دكتور بدي أسألك على أنواع الفينير. عم بيقولوا في فينير مؤقت في فينير دائم، فيك تفسر لي شوي عنه بليز؟ اكيد انت سمعت فيها كمان. هو فينير اللي بسموه فينير مؤقت، نحن بنسميه سناب اون فينيرز. هدول قوالب بلاستيكيه تنعمل تركب فوق الاسنان من دون اي تحضير، من دون اي حك. هدول ما بتنلبس كل الوقت، حسب المناسبات. في مناسبات بتنلبس، ما بتنلبس كل يوم وبتنلبس على طول. مناسبه بس لحتى واحد يستر على حاله، بس ما بننصح فيها اكيد، حس شيء مؤقت وبلاستيكي. انما الفينير الدائم هو افضل حل وقت تكون الشروط ملائمه، يعني وقت يكونوا الاسنان مصفرين، طرف مكسر فيهم كتير حشوات، بس عصبهم بعده حي. مثلا ما منحب نعمل فينير على اسنان معملهم علاج عصب، حس مع الوقت بيصفروا، وكونه الفينير شفاف بيبين الاصفرار.